أصدقائي أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. لما تلاقي واحد بيعد الفلوس ويقول الله واحد ملوش تاني تلاتة أربعة، تعرف إن ده مصري. لما تسأل واحد وانت ماشي بعربيتك على العنوان تلاقيه بيقولك تعالى ورايا ويمشي يوصلك، تعرف إن ده مصري. لما تلاقي واحد شايل شنط تقيل عليه وحد يقوله هات الشنطة شيلها معاك، تعرف إن ده مصري. لما تلاقي طفل صغير عايز يعدي الشارع أو يعدي الطريق وحد ياخد بإيده ويعديه ويرجع تاني يمشي في طريقه، تعرف إن ده مصري. لما يبقوا 70,000 قاعدين في الاستاد بيشجعوا المنتخب ومئة مليون بيدعوا في وقت واحد بيقولوا يا رب يا رب عشان المنتخب يفوز، المنتخب المصري، تعرف إن ده مصر. لما الجندي يكتب بدمه على علم الله أكبر، تعرف ان ده مصري. المصري موجود في كل وقت. الشباب المصري قادر على التغيير، قادر انه يكون موجود. الشباب المصري في كل وقت قادر انه يعبر عن نفسه، عن منطقته، عن حيه. لما بيتجمعوا الشباب مع بعض في عمل الخير، لما بيتجمعوا الشباب ويقدروا ان هم يبقى عندهم فكرة والفكرة تتحول الى واقع في الارض ملموسة، ويقدروا يخدموا منطقتهم، ويقدروا يخدموا الحي اللي موجود فيهم، ويقدروا يخدموا أهلهم وأصدقائهم، يبقى مليون تحية ليهم. النهاردة معانا مجموعة من الشباب اللي بيمثلوا مجموعة من شباب أكبر ما كانوش موجودين معانا النهاردة. الشباب دول عندهم مبادرة، هنعرف اسمها إيه، المبادرة بتاعتهم ابتدت إمتى، إيه اللي عملوه، إزاي قدروا إن هم يأثروا في المنطقة اللي موجودين فيهم، في الحي اللي موجود فيه. وياريت كلنا وإحنا بنسمعهم، كل شاب، كل أسرة، وإحنا بنسمعهم نعمل لهم تعظيم سلام، وياريت نشارك معهم. النهاردة بنرحب، كل سنة وانتم طيبين، الأستاذ حسن الزيني. كل سنة طيب أستاذ حسن. كل سنة وانت طيب يا دكتور محمد، وأنا سعيد إن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. الباشمهندس ضياء، كل سنة وانت طيب. كل سنة حضرتك، وإن شاء الله يا رب سنة سعيدة عليك. إن شاء الله حضرتك طيب يا دكتور، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة على مصر كلها والأمة الإسلامية والعالم العربي جميعا يا رب. الأستاذ رامي، أهلا وسهلا، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا دكتور، وعيد سعيد على الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة، وربنا يزيح الأمة إن شاء الله على خير، وكل عام وأنتم طيبين جميعا. وأنتم بالصحة والسلامة. إيه موضوع اللي أنتم عملتوه، المبادرة اللي عملتوها اسمها إيه؟ ابتدت إزاي؟ يعني عايزين نتكلم عنها بالراحة ونوصل للناس. انتوا ابتديتوا امتى وابتديتوا ازاي؟ نبتدي مع استاذ حسن. اولا انا حابب اشكر اسره البرنامج على الاستضافه، على الدعوه الكريمه، ومنحنا فرصه المشاركه في هذا البرنامج. تمام. اولا احنا مجموعه شباب اسمنا شباب الخير. هايل. في ظل ازمه كورونا، ماشي، عملنا بوست على التواصل الاجتماعي ان احنا نجمع، نعمل في حدود 100 شنطه للاسر الفقيره. تمام. والعماله الغير منتظمه. هي في الفتره الاولى لما ابتدت ظاهره كورونا تبقى موجوده، ابتدى ان يبقى في حظر، وابتدى ان العماله الغير منتظمه اللي هي ما ابتدوش ان هم يقفوا عن العمل. الناس دي قعدت من شغلها. كويس. فحبينا نعمل حوالي 100 شنطه. هايل. وعملنا دعوه على التواصل الاجتماعي. تمام. لقينا الشباب تواصل معانا بطريقه يعني حاجه جميله جدا. قدرنا نجمع حوالي 1000 شنطة. تمام. حوالي 1000 شنطة أو أكثر. حلو. وتم توزيعها على الناس المحتاجة. الشنط دي كانت عبارة عن إيه؟ الشنط دي كانت عبارة عن 3 كيلو بطاطس. أيوه. 2 كيلو سكر، باكو شاي، كيس ملح، علبة جبنة، 3 كيلو رز، إزازة زيت. أيوه. كانت حاجة كبيرة. يعني الشنطة كانت تعمل في حوالي 10 كيلو 12 كيلو. أيوه. تم التواصل. ازاي؟ لا، تم التواصل. هاي. مع اهالينا. تمام. في بركة الحج، ان احنا نقدر نوصل. بركة الحج حي ايه؟ حي المرج. حي المرج. نقدر نوصل للاسر الفقيرة. تمام. والاسر المعيلة، العمالة الغير منتظمة. تمام. الناس اللي قعدت من شغلها في القطاع الخاص. هاي. فقدرنا نوصل لغاية بيوتهم. هاي. دي حاجة. الحاجة التانية بنوصلها لغاية البيت. هاي. ما فيش حد يعني بيقول لنا فلان فلان، لا، احنا بتعملوا احصائيه على مين اكتر احتياج؟ لا، بالتنسيق مع اهالينا. تمام. وصلنا للحالات اللي تستحق. كويس. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها ده موضوع رمضان.
شهر رمضان بعد ما خلصنا من موضوع الشنط دخل علينا شهر رمضان المعظم. فطبعا كان في موائد رحمن على شهر طول. رمضان السنه دي مختلف تماما لان لا موائد رحمن اتلغت تمهاي. ففكرنا في فكره ان احنا نعمل مطبخ متنقل. فكره عظيمه. ليه؟ ان طبعا ما فيش حد هيطلع على المائده. تمام. فعملنا فكره المطبخ المتنقل. جمعنا حوالي 45 شاب. تمام. 15 مجموعه. كل مجموعه فيها 3 افراد. الثلاث افراد دول كنا بنجيب الوجبات من المطبخ اللي هو مطبخ الخير. مطبخ بيطبخ؟ مطبخ الخير. تمام. أول حاجة بدأنا ب 400 وجبة. حلو. ده أول يوم رمضان. تاني حاجة ربنا كرمنا وعملنا إيه؟ 600 وجبة. هايل. في تالت يوم رمضان ربنا كرمنا وعملنا 1000 وجبة. الفكرة عجبت. الألف كانوا بيخلصوا؟ الألف كانوا بيوصلوا لغاية المنازل. هاي. الفكرة طبعا وصلت لرجال أعمال بركة الحج. تمام. انبهروا بيها. فطبعا قال لك لازم نتحد. واتحدنا مع الأستاذ سيد جلال وجمعية رجال الأعمال. تمام. إننا لازم نعمل 2000 وجبة. والحمد لله بدأنا من رابع يوم إن احنا نعمل 2000 وجبة. هاي. وتم توصيلهم للمنازل. تمام. وفي منهم 600 وجبه للجنه زكاه مسجد المدبولي. تمام. و 400 وجبه لمسجد الشيخ سليمان الصغير. يعني قدرتوا ان انتوا تحصروا الوجبات على الناس المستحقين؟ هل كان في شباب متطوعين بيوصلوا الوجبات دي لكل المستحقين ليهم؟ كان معانا مجموعه شباب من 45 شاب. 45 شاب. قسمنا على على 15 مجموعه. هي. كل مجموعه فيها 3 شباب. في شاب بيكون معاه موتوسيكل. تمام. اللي معاه توك توك، اللي معاه عربيه عشان يستلم الوجبات ويوزعها للناس لغايه بيوتها. يعني انتوا ما كنتوش بتفطروا؟ احنا ساعات والله انا من واحد انا فطرت من الوجبات دي في الشارع. في الشارع. ده دور مهم جدا. يعني انتوا ساهمتوا مع الدوله في حل ازمه كبيره جدا وهي العماله الغير منتظمه، ان انتوا تساهموا معاهم ان انتوا تقدروا توفروا لهم على الاقل الاكل والشرب في رمضان الكريم اللي وعوضته كمان الموائد بطريقه ذكيه مؤمنه بحيث ان احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على الاخرين. واكيد المجهود ده مجهود رائع. لو نقلنا لنقطه ثانيه من ضمن الحاجات اللي اتعملت، ايه الانشطه الثانيه اللي عملتوها في المبادره؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وحضرتك عارف طبعا ان مصر يعني مرت بالازمه اللي مر بها العالم كله، لان احنا جزء من المجتمع الدولي واصابنا ما اصاب العالم الوباء اللي جائحه كورونا. زي ما قال الاستاذ حسن ان بدايه كانت بدايه مجموعه شباب الخير، كانت بدايه بدعوه على السوشيال ميديا. تمام. اطلقها احد الشباب ان بيدعو الشباب الناس شباب والناس احنا عايزين نرعى ونعو يعني نعول الاسر اللي هي العماله الغير منتظمه والمراه المعيله. فبدا مجموعه الشنط، اتعملت الشنط. بعد كده دخلنا في رمضان. بعد رمضان بدات الحالات زي ما حضرتك عارف تزيد. وانت بتتكلم باشمهندس ضياء كمل. هنلاقي ان بعض الصور الحاجات اللي انتوا عملتوها. تمام. تمام. فبدات حضرتك عارف الاعداد بعد عيد الفطر، اعداد الاصابات في مصر بدات تزيد بصوره يعني رهيبه. بدات منظمه وزاره الصحه عالي فتره بشكل وصلنا تقريبا 22000 حاله في بدايه في اواخر شهر مايو وبدايات، وبدات بقى الاعداد تزيد. فبدات وزاره الصحه طبعا تدعو مع زياده الحالات الى العزل المنزلي. فمع دعوه العزل المنزلي كان في طبعا اصابات عندنا في بركه الحج وحي المرج، فكان لازم ان احنا نوصل للحالات اللي عامله عزل منزلي. هاي. نبدا نساعدها لان الناس دي مش تخرج من بيوتها. فحضرتك المجموعه بدات تقترح افكار نعمل ايه، لحد ما جالنا استغاثه في ثالث ايام العيد يوم 27 مايو. حاله كانت حرجه، اتصلت باحد الافراد بتطلب جهاز لقياس الاكسجين، كانت حاله حرجه جدا. فبدات المجموعه بالجهود الذاتيه، اللي دفع 50 اللي دفع 20 لحد ما جمعنا ثمن الجهاز، وكان ده البدايه بتاعتنا. جهاز قياس الاكسجين في الدم، قياس نسبه الاكسجين. حضرتك عارف طبعا ان الكورونا فيروس الكورونا بيقلل نسبه الاكسجين في الدم، ودي من اكتر الاشياء اللي بتسبب الوفاه. طبعا احنا مش دكاتره، فلما بدات دعوه جديده تطلق على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك من احد برضو اعضاء المبادره اللي هم
دايما بينكروا ذاتهم. يعني احنا تقريبا يعني احنا ثلاثه من ضمن بحر تمام. من الشباب. فبدا احد الشباب عمل بث مباشر على الفيسبوك بيدعو الناس احنا لازم ان احنا نبدا نقتحم المرض، نبدا ندخله بدل ما هو يجي لنا. يعني احنا ما نخافش من المرض، لازم احنا. فبدا الشباب يدعو الى احنا عايزين نعمل ايه، عايزين ننظم عمليه العزل المنزلي. الناس دي محتاجه علاج، الناس دي محتاجه رعايه طبيه، الناس دي محتاجه يوصل لها ادوات تعقيم. فبدات الفكره احنا عايزين الاول نوصل يعني نوفر كلور كحول، لحد ما لقينا الاطقم الطبيه نفسها في الحي بتاعنا بيتواصلوا معانا، دكاتره ممرضين وممرضات وطبيبات، لان طبعا حضرتك عارف في اصابات من النساء، فكان دور المراه مهم جدا برضو بجانب دور الشباب. كان معانا شباب 12 سنه على فكره، كان شغال 12 و17 سنه. كان في شباب بيجي يقول لك انا عايز اشتغل معاك، دور لي على دور، انا عايز اعمل اي حاجه، في سواء في موضوع الشنط او في موضوع بتاع ده الشاب المصري في وقت الازمه طبعا تلاقيه واقف. الحمد لله احنا الشباب المصري سند دوله جامد قوي. الدوله كانت شغاله على مع وزاره الصحه، شغاله في مستشفيات العزل بكامل طاقتها وباطقم تمريضها. احنا الشباب قلنا لازم نسند الدوله، فبدانا العمليه بدات تبقى اكاديميه شويه. الموضوع كان بادئ معانا عشوائي، مجرد اقتراحات. بدانا نعمل جروب على الواتس، بقينا معانا الدكاتره بقى احنا بقينا حلقه الوصل ما بين الطبيب وما بين المصاب. الطبيب بقى يكتب روشته، نشوف طبعا حضرتك عارف في ناس مقتدره وفي ناس مش مقتدره، والعلاج في علاج متوفر وعلاج غير متوفر. بالنسبه بقى للناس اللي مش مقتدره كنا بنشوف ايه العلاج اللي مش متوفر، سواء مكملات غذائيه والحاجات اللي هي متاحه موجوده ممكن نجيبها. كان طبعا بالجهود الذاتيه ورجال الاعمال والناس اللي هم اهل الفضل والخير، تمام. مع الجامعات الاهليه كنا شغالين مع لجنه زكاه المدبولي وجمعيه رجال الاعمال وجمعيه احباب بقيه، كذا جمعيه هيل اهليه هيل يعني كان في مجهود يعني جبار بيبذل على ارض الواقع، تمام. من كل الطوائف بتاعه المجتمع. يعني عندنا شباب بيواجه كورونا بكل قوه ومش خايف منها وقادر ان هو يواجهها وقادر انه يساعد منطقته واهله وحيه. لا ما خافش، وفي ناس اتصابت مننا، تمام. يعني في ناس مننا كانوا في الصفوف الاولانيه، الصفوف الاماميه، الناس دي اتصابت وتعافوا الحمد لله رب العالمين. يعني تمام. طبعا حضرتك بدات الفكره في ان احنا نشوف ان اكتر الحالات الحرجه محتاجه الى الاكسجين، تمام، محتاجين نوفر اسطوانات الاكسجين. اسطوانات الاكسجين دي كانت بالنسبه لنا المعضله الكبرى. طب قبل ما نتكلم على اسطوانات الاكسجين نرجع ل استاذ حسن. احساسك وانت احساس الشباب وهم بيقدموا الخدمه، الناس المتعاونين معاك، يعني انت ممكن تروح لحد تديله مساعدات فتحس ان في غيره من رجال الاعمال او غيره ان انا ازاي ما شاركش من الشباب نفسهم، هل حسيت ده ان بيجي لك مجموعه من الشباب يقول لك احنا عايزين ننضم معاكم، ولا حسيت ان في حد بيهدم هذه الفكره؟ انا كان في مجموعه شباب جميله جدا ماشي حابه انها تشترك معانا، فانا كنت بنجيب الوجبات في شهر رمضان وانزلها وهم معاهم الاسامي بتاعت الناس اللي هيودوا لها. ودي يعني كان في شاب يعني صغير بالظبط على 10 سنين، حاجه يعني تبهر حاجه طبعا، ما شاب صغير 10 سنين ماشي يقول لك انا عايز اوزع معاك الوجبات. طبعا طبعا بالتنسيق مع المجموعه كلها، هو عارف الاماكن اللي بيودي لها. انا بامانه كنت منبهر من الكلام ده، شاب صغير 10 سنين، حاجه جميله. وفي حاجه عايز اتكلم فيها تاني، في نهايه شهر رمضان بلغ يعني عدد الوجبات 52,000 وجبه فطار صائم، طبعا. يعني حاجه جميله. وفي عيد الفطر المبارك ماشي قامت المجموعه بتقديم علب كحك وبسكوت، طب هايل لادخال السعاده على الاسر في عيد الفطر المبارك. كويس، يعني انتوا بس مش بس وقفتوا عند موضوع الشنط، لا ده انتوا كمان قدرتوا ان انتوا تساعدوا اسر كتير جدا وعوضتوا اسر كتير جدا ما كانتش قادره انها تشتري كحك العيد والفرحه العيد، قدرتوا ان انتوا تخشوا البهجه وقدرتوا ان انتوا تساعدوهم بشكل حلو. ده دور مهم جدا وبجد بجد يعني انا بشكركم، ولسه هنكمل ونرجع تاني للبشمهندس ضياء نكمل معاه الاسطوانات وارجع لك تاني. اتفضل. وقفنا عند الحالات المقتدره والحالات الغير مقتدره، طبعا. وان في علاج متوفر. خلي بالك موضوع الاسطوانات ده يعني من ضمن الحاجات المهمه جدا. انا مريت بالتجربه بتاعت كورونا ومريت بتجربه مريره كمان، وكنت حاضن اسطوانه الاكسجين لمده 5 ايام. فاللي انا عايز اقوله ان انت توفر اسطوانه اكسجين بتلاقيها مجهود شاق جدا، بتلاقيها بس مجهود شاق في المستشفيات،
تمام. او في الرعايه الطبيه او في مكان مجهز، ان انت توفرها، الفكره جت ازاي وقدرتوا تعملوا ايه؟ ويعني دي فكره مجنونه. وانا زي ما بقول لحضرتك هي بدات من استغاثه من احد الحالات. تمام. طبعا مجموعه شباب الخير بجهاز اللي هو جهاز كاسكس ده، جهاز صغير بيتحط في الصباع. تمام. بالنسبه للاكسجين المفروض، لكن بالنسبه بقى للاسطوانه، الموضوع الاسطوانه دي قصه ثانيه. ايوه. يعني دي قصه ثانيه لوحدها. تمام. فيها تفاصيل كتيره. خلينا بس اقول لحضرتك ان كان مجموعه شباب الخير لما اشتغلت في موضوع الشنط ده قبل رمضان وفي اثناء رمضان ومطبخ الخير، المجموعه دي اخذت طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني اخذت قبول في الشارع. تمام. خدت مصداقيه الحمد لله، في شفافيه، معروف مين كل اللي شغالين فيها، احنا كلنا انا يعتبر مجتمع كلنا عارفين بعض فيه. فالاستغاثه لما جت لنا في ثالث ايام العيد بخصوص موضوع الجهاز كاسكوجين، وزي ما حضرتك تواصل معنا الاطقم الطبيه، هم من نفسهم ناس ناس افاضل، يعني مش عايز اذكر اسامي حد طبعا لان ممكن انسى واحد عشان ما حدش يزعل طبعا. وفي جنود في الظل يعني ما بيفضلوا ان اسامهم ما تقلش. فموضوع بقى اسطوانه الاكسجين كان حضرتك الحالات اللي هي انت حضرتك عارف ان الكورونا بيسبب التهاب رئوي وبيسبب النقص في الاكسجين حياتي في الجسم. كل اللي انت هتقول. تمام. يعني انا عايز اقول نصيحه على الهوا يا جماعه، اي شخص بيمر ان درجه حرارته توصل اكتر من 40، يعني تمام، من 39 38 40 وما بتقلش وما بتقلش لمده يومين، ما يوهمش نفسه ان دي مش كورونا، ما يوهمش نفسه ان ده صداع ارهاق تعب، لا على طول روح اعمل التحاليل. مش بس التحاليل، انت لو عملت اشعه مقطعيه كمان هتقدر توصل للحل، لان طول ما الحراره بتعلى معاك جسمك بيهمد، فبتدي فرصه للفيروس انه يقدر يستغل مكانه كبيره، فبيبقى العلاج صعب جدا وبتوصل لمرحله الاكسجين ومرحله الكورتيزون ومرحله خطيره جدا. انا مريت بيها الحمد لله وتعافيت ما بين الحياه والموت، لكن في الاخر خالص انا عايز اقول ان بجد ان انت لما تلاقي اسطوانه الاكسجين وترجع تاني للحياه تعرف ان الموضوع صعب جدا. نصيحه لكل حد بيسمعنا، ما تستهترش، حافظ على نفسك، حافظ على اسرتك، حافظ على اولادك، ان توفير اسطوانه الاكسجين اللي بيتكلموا عليها الشباب اللي موجودين معانا، اللي هم انا برفع لنا، انا سعيد ان انا موجود معاهم. موضوع كان صعب، موضوع مش هقول لك سبب مستحيل، موضوع ان انت تحصل على اسطوانه الاكسجين في الوقت اللي انت محتاج له، لا الموضوع غير. نكمل بقى اسطوانه الاكسجين، بقى قصه اسطوانه الاكسجين. تمام. من الالف الى الياء. اسطوانه الاكسجين طبعا كان توفيرها صعب. تمام. ده رقم واحد. تاني حاجه توفير غالية. المنظم الغاليه دي، ما هو الناس ما شاء الله يعني اهل خير واهل الفضل كانوا كتير جدا، يعني ناس الناس فعلا الشعب المصري معدنه بيظهر في الازمات. انتوا عندكم كم اسطوانه اكسجين؟ احنا بدانا بحوالي 7 اسطوانات. هايل. ده بمجهود ذاتي من مجموعه شباب الخير. الاسطوانات اهي كمان على الهواء. تمام. دي لجنه زكاه المدبولي. تمام. دي لجنه جمعيه من الجمعيات الاهليه عندنا في المنطقه. هايل. دي كان اهل الفضل واهل الخير بيروحوا من نفسهم، انا عايز الفلوس دي تتجاب بيها في لجنه الزكاه في الجمعيه. هم بيدوها لهم. بيدوها لهم، بياخدوا اصلا طبعا معتبر. دي جمعيه انتوا كشباب احنا بقى اطلقنا الدعوه. لا لا، انتوا كشباب كان عندكم كام اسطوانه اكسجين؟ احنا كان عندنا 7. لجنه زكاه المدبولي دي كان فيها 28، وصلوا الى 28 العدد. جمعيه رجال اعمال 14، جمعيه احباب بقيع وصلوا الى 5. خلاص الاجمالي كله. يعني احنا بدانا في الاول ب7 وصلنا الى 54. الاسطوانات موجوده؟ موجود الاسطوانات. ايه اللي بيتم بقى؟ 54. بيتم ايه بقى؟ بيتم ان انا دلوقتي مجموعه، في مجموعه طبعا الكورونا ما هوش وصمه عار، مش مشكله ان انا اتصاب بالكورونا او حضرتك تصاب بالكورونا، عادي ده مرض زي مرض. تمام. فبدا الناس ان عادي خالص ان انا اقول لحضرتك ان انا عندي كورونا او انت تقول ان انت عندك كورونا، فتعرف مين اللي عندهم كورونا. الشوارع اتعمل رصد للشوارع اللي فيها حالات او كثافه اكبر. تمام. بدانا فكره ازاي نوزع، ازاي نوصل الاسطوانات. اللي عايز يجي ياخد الاسطوانه بياخدها، بتتعقم، ولما بنيجي نستلمها منه بتتعقم. الطبيب المشرف هو اللي بيتابع الحاله، يعني بيقول له ازاي. بيقول الطبيب طبيب تعليمات طبيب طبعا. احنا بيتصلوا بيكوا، احنا بنوفر الشيء. طب ايه الارقام، ايه الارقام اللي لو حد محتاج اسطوانه اكسجين بجد بقى؟ تمام. وايه الاحياء القريبه منكم اللي تقدروا تغطوها؟ احنا ممكن نساعد طبعا حي المرج، ده الحي بتاعنا. تمام. تمام. ممكن حي السلام قريب مننا. ماشي. ممكن منطقه الخصوص قريبه مننا. كويس. ممكن لو حي حد من حي عين شمس، حي المطريه، حي مصر الجديده. حي مصر الجديده ممكن. كويس. ماشي. طب ايه الارقام؟ ايه الارقام اللي ممكن حد يتواصل، يعني قول لي رقم لو اي حد ممكن. في ارقام تليفونات. تليفونات. ماشي. 0000 300 630، ده رقم متاح. تقولهم تاني بالراحه. 0000 300 630. ممكن استاذ حسن يقول لحضرتك الرقم تاني يا استاذ حسن. 03 وحيد 6 6 90 90 66 30. تاني. في اي وقت تاني. رقم التليفون مفتوح في اي وقت.
تاني الرقم 031 96 66 30. كويس. اي حد يتواصل معنا يجي ياخد انبوبه الاكسجين. كل المشاهدين معه، كل المشاهدين في الاحياء اللي هنقولها، حي المرج، حي السلام، حي عين شمس، حي المطريه، حي مصر الجديده، اي حد مش لاقي وعامل عزل في البيت والطبيب قال له ان انت محتاج اسطوانه اكسجين، الشباب اللي موجودين هيوفروا له اسطوانه الاكسجين، يا اما انت هتتصل بيهم وتاخد الاسطوانه من عندهم، يا اما هم هيوفروها لك. وسمعت ان انتوا بتروحوا تودوا لغايه اللي مش قادر ان هو يبعت حاله حد لو انت الحاله مثلا مصابه ما فيش حد قريبه او حد تبعه يقدر ان هو يجي يستلم الاسطوانه، طبعا هو بيمضي على تعهد لان ده مال عام. تمام. مش مال خاص بتاع حد. كل الاجراءات القانونيه خدها، لكن انت بتوفر له الحياه. وفرنا معقولة واحدة انت بتوفر له حياه. وصلنا لعدد 5 اجهزه قياس اكسجين معانا دلوقتي. 5 اجهزه دول اي حد تحت الطلب بياخدهم بيمضي على تعهد. يا جماعه انا مش طبيب بس عايز اقول الجهاز، جهاز قياس نسبه الاكسجين في الدم اثناء المريض ما هو موجود او بيتصاب نسبه الاكسجين بتقل. نسبه الاكسجين المفروض انها في الانسان الطبيعي من 95 من 95 ل 100، لما بتقل عن 90 ل 90 ده من 70 ل 90 فانت هنا في حاجه مش مظبوطه. فالجهاز ده لما بيقيس عن طريق الصباع نسبه الاكسجين في الدم، ومش بس نسبه الاكسجين، ضربات القلب بتاعتك عامله ازاي، ده مفيد جدا لانه بيتابع حالتك بشكل سريع، ويقدر الطبيب مع الاكسجين يرجع لك تاني جزء كبير من صحتك لانه بيتعامل كبير. يعني الاجهزه اللي هم بيتكلموا عليها اسطوانه الاكسجين والجهاز ده من الحاجات اللي موجوده اصلا في 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 المستشفيات. اتفضل. يعني كنا بنوفر كمان مسخات اللي هي الخاصه بالصوانه، والصوانه لازم تتعقم قبل وبعد. كويس. والصوانه طبعا ممكن يعني الطبيب يقول له لا كفايه ما تحتاجش، ممكن تحتاج اسطوانه ثانيه، فبتحتاج انها تملاها او تديله سبير. ملو الاسطوانات ده كان قصه، وحضرتك عارف الاسطوانه دي مش يشيلها واحد، يعني ممكن يشيلها 2 3 لازم يشيلوها مع بعض. فكان في شباب تحت الخدمه يعني وقت ما بتطلب الاسطوانه، وقت ما بيحتاجها معانا ناس بتنقل الاسطوانه بتوصلها. في اماكن كانت اماكن رئيسيه الملو الاسطوانات، حاولنا ان احنا نتواصل مع الحي ان يمد فتره الملو معانا الاماكن اللي بتملى الاسطوانات، انه يسمح لنا ان مثلا المكان اللي بيملى لنا الاسطوانه بدل ما بيقفل 5 يعني لو في سماحيه من الدوله. كان الحي كنا بنحاول نتواصل مع الحي، حي المرج. طيب لو وقفنا عند الجزئيه دي طبعا. نخش على جزئيه ثانيه مع الاستاذ الرامي. خلاص بقى يعني قدرنا ان احنا نوصل فعلا الاكسجين ونوفر الادويه للناس اللي محتاجه والناس اللي مش قادره، ونوفر كمان الاسطوانه ونملاها، ده دور مهم جدا في الحمايه. ايه الدور اللي انتوا عملتوه بقى؟ يعني عرفت ان انتوا عملتوا دور مهم جدا في الشوارع ومع دخول امتحانات الثانويه، قول لي ايه القصه بتاعت البدايه؟ جت زي ما الاستاذ حسن قال وزي ما الباشمهندس قال بموضوع الشنط. كويس. وموضوع الجزء الطبي. هي. تمام. ده تالي الشباب يعني تالي الشباب ساعه للعمل الخدمي والعمل العام. كويس. فوجدنا في الفتره دي نسبه التخوف عند الناس بقت شديده. هي. فبدا الناس خايفه تتعامل مع بعض بسبب قصرة الحالات، ازدحام الشوارع طبعا في الأسواق، مكاتب البريد، الحاجات اللي عليها رجل حيوية يومية. فبدأنا نطلق فكرة ان احنا نقدر نوعي الناس ازاي. فبدأنا الأول نعمل ورقة إرشادية ازاي نقدر نتعامل مع الشخص مصاب أو مش مصاب، بعد عامل المصاب حسب البروتوكولات بتاعت وزاره الصحه. انا عايزك انا عايزك خلاص احنا اتكلمنا. انا عايزك الجزئيه بتاعه تعقيم الشوارع والمدارس، الفكره جات لك ازاي وعملته ايه؟ انا ابتديت بنفسي، ابتديت في البيت عندي والشارع. بعد كده قعدت مع المجموعه فاقترحنا ان احنا نركز على الاماكن الحيويه. تمام. الاماكن الحيويه زي الشوارع. تمام. تمام. والاسواق بالاخص. حلو. مكتب البريد كان دخل علينا فتره قبض المعاشات طبعا، اهالينا طبعا معظمهم المسن، فبدأنا نركز على الأماكن الحيوية اللي هي عليها رجل يومية. تمام. ابتدينا نطلق فكرة إن احنا ننزل نعقم مدارس. مدارس. ده أكيد بالاتفاق مع الإدارة. الإدارة التعليمية. التعليمية. لا ده قبل ما نوصل لموضوع الإدارة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة. كويس. ابتدينا بالشوارع، عقمنا الأسواق بصفة يومية، مكتب البريد بصفة يومية. شارع عقار بصفة يومية. طب نخش بسرعة على المدارس والثانوية العامة. عملتوا معايا دخلت علينا امتحانات الثانوية العامة. فقدرنا نوصل، كان عندنا من أهالينا 4 مدارس. حلو.
يعني اولادنا بيمتحنوا في اربع مدارس ثانويه عامه، اثنين ازهر واثنين عام. تمام. مدارس الازهر كانت معهد فتيات المدبولي ومعهد الاستاذ سيد جلال. كويس. المعاهد دي عقمتوها قبل الامتحانات واثناء الامتحانات ولا ايه دور كل اللي انت عملته؟ كانت ليها نظام، كنا اتفقنا مع رئيس اللجان. احنا الوقت اللي معانا 3 دقايق، فانا عايزك تحكي لنا. هختصر لحضرتك في 3 دقايق. بدانا ان احنا نعقم المدرسه بعد كل مدرسه، بعد كل امتحان بنعقم المدرسه بكرول وبهيدروكسيد. تمام. قدرنا نوفر معدل 100 بخاخه لكل لجنه، بخاخه معدلها نص لتر كحول يسيل 70%. تمام. بتكون موجوده في كل لجنه انتخاب، في كل لجنه امتحان. تمام. قدرنا نقدر نوفر حوالي 25 في الشيلد. المراقبين. طيب اللي انا عايز اقوله ان انتوا مش محتاجين حلقه، المجموعه دي مش محتاجه حلقه، انتوا محتاجين اكتر من حلقه. وان شاء الله ان شاء الله بوعدكم ان احنا نتقابل مره تانية في حلقه تانية، علشان احنا لازم نطلع عشان معانا الادين كمان، ومعانا في الفقره الثانيه الاستاذ محمد حمدي، ومعاه الفنان الممثل الاذاعي ومحرر صحفي محمود هاشم، وهيكلمنا عن حاجات مهمه هتعرفوها عن التمثيل الاذاعي، عن دور الاذاعه، عن حاجات كتير. وكمان في اوبريت هو هيتكلم عنه، هنتفرج على الاوبريت. وفي الفقره الثانيه هتتقابلوا وتكملوا معاهم، وما تروحوش مكان تاني، وخليكم معانا على طول. وبشكر فريق العمل، وبشكر قناه الصحه والجمال ان احنا كنا موجودين مع بعض، وبشكر الشباب اللي شباب الخير اللي دايما مصر. طول ما في شباب زي دول موجودين في مصر، طول ما احنا بنتقدم ومحدش هيقدر خالص ان يهزنا، طول ما الشباب دول موجودين. كل سنه وانتم طيبين.